FM. الكل مليك. Tout d'abord, réseau entreprendre et Jamaïa. Jamaïa a but non lucratif. متكونة من رؤساء ومديري مؤسسات وشركات يعطيهم من وقتهم بصفة تطوعية باش يرافقوا باعثي مشاريع جديدة. دونك هذا دون مانيير تري سانتيتيك. بيان سور عندنا دي بروسيس وعندنا حاجات معناتها نجم نفسرهم لك ناديا. Mais le métier interne, rien à manette, nous, jamais, nous concurrente des institutions financières. On est une association qui offre de l'accompagnement au refra. Mais on a des abeilles, on a beaucoup de chabra. L'abeille, mais on a des chabra. Besh ou le refra est dû à mine de trois ans. Manta dû à deux mais. Le premier projet, manette, au moment où l'investisseur nouveau ou le chab, il essaie de les premiers pas dans le projet. Donc jamais, des trafco pendant 2-3 ans. وكونسيرنون فينانسمون هذه هي المرافقه اللي حاجتهم بها احنا 3 تيب اون غرو انا 3 تيب داكومبانيمون انا دو لاكومبانيمون انديفيديوال كيما قلت لك انا ان بروسيسوس دونك لاكومبانيمون تيرنا هو بري كرياسيون بوست كرياسيون بري كرياسيون من وقت اللي انت عندك اون فكره كي ماتوري في مخك معناتها نجم تعمل لنا اون فيش ديسكريبتيف دان بروجي وقتها تجي الواحد من بيرواتنا نحن موجودين في 7 جهات في الجمهورية التونسية اللي هما بنزرت تونس سوسة مهدية سيدي بوزيد صفاقس وقابس دوك أي واحد ينجم يتصل بينا معلش اخترتوا الجهات هذوما معناتها بالذات والله هو خاطر نحن دون لا كرياسيون دي سيكسيون ريجيونال Le plus important, c'est l'accompagnement de les chefs d'entreprise. Donc, il fallait trouver ce premier noyau de chefs d'entreprise, il faut qu'on fonctionne. Nous, comme Jamaïa, on a un salaire, on a des locaux, on a des charges fixes qu'il faut payer. Donc, هذوما الجهات كانت سهلة خاطر احنا ديجا الجمعية موجودة في تونس من 2010. على partir من 2013 on a reçu des fonds من عند صندوق صدقة القطري، des fonds كبار اللي مكنونا باش نحلوا المكاتب الجهوية الآخرين. دونك أول تفكير جينا هو partir du noyau de Tunis، شكون عندهم أصحاب، شكون عندهم دي كونيسونس في الجهات باش نحلوا المكاتب الجهوية. دونك بدينا بسوسة وسيدي بوزيد خاطر يافي دي زافينيتي ما بين العباد اللي عندنا في تونس اي لي جون دو سي ريجيون لا وبعد تطورت في الجهات الاخرين ناتوريلمون معناتها صارت الحكايه مي سي سا ايتون دوني كو لو ميتي نتاعنا هو لاكومبانيومون دونك احنا الفوكس الاولاني سيتي دو تروفي دي شيف دونتربريز اي دي ديريجون دونتربريز كي فول دوني دو لور تان اي دو لور ارجون بور اكومباني دي جونز انتربرونور معناتها هذا هو انت قلت لي فما 3 اكس معناتها تمشي على تونس تعليهم الجمعية اللي هم. alors الجمعية كما قلت لك هي offre de l'accompagnement. donc تصير accompagnement pré-création. شو معناتها معناتها أنت نادية اليوم عندك تحب تعمل مشروع عندك un premier draft de business plan. جينا نقابل واحدة من اللي شارجي ديتود نتاعنا ولا لي كورديناتريس ريجيونال. البنات يستقبلوكم كلهم بنات عن طفل واحد. دونك هذه حاجة تفرح. هذه حاجة تفرح. هذه ديسكريميناسيون تري بوزيتيف. كاب FM الكل مليك